السلام عليكم. فزوري تاني يوم في رمضان، انا عارفه كلكم شاطرين وجبتوا كلكم الاجابات وحليتوها في الفزوره بتاعت اول يوم رمضان. تاني يوم فزورتنا النهارده برضو هقراها. بتقول: كل سقوف ومع ذلك احفظ الماء، فمن اكون؟ حذر فزر معي. حاجه بتسال عن نفسها وبتقول كل سقوف ومع ذلك احفظ الماء، يا ترى هي تبقى ايه حكايتي؟ حذر فزر مع حكايتي. والفايز له مشاهده كامله لاخر فيديو عندي، لاخر فيديو عنده مع لايك وتعليق. وهنقول اسم الفايز على المنتدى، هنعلنه على المنتدى وهعلنه في التعليقات. عايزه اقول لكم كمان ان اللي عايز برضو يتطوع للفايز مشاهده كامله ولايك وتعليق. تمام، كويس كده، كله يروح يدور بسرعه ايه هو الشيء اللي كله ثقوب ورغم كده بيحتفظ بالماء. فوازير حكايتي وروايتي. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.